كده عرفنا بتتعمل ازاي واحده واحده مع بعض، نشيل دي من هنا كده بقى ونوسع لنفسينا. حلو الكلام، ونسيب دي تغلي على النار. عايزين نعمل شويه رز بالخلطه، مقاديرهم على الشاشه. نشوف رز بالخلطه والمقادير على الشاشه. حله على النار، كبده فراخ، كبده فراخ معانا. حلو الكلام، اهو حله على النار ونسيبها تسخن عشان نعرف نشتغل فيها. حلو الكلام، الحله دي اعمل فيها كل حاجه، احمر فيها الكبده واعمل فيها الرز واعمل فيها المكسرات وكل حاجه. هنشوف الكلام ده مع بعض ازاي والتفاصيل البسيطه السهله. ادي الرز معانا وادي الكبده، شفنا المقادير على الشاشه ببساطه وسهوله ومرونه زي الفل. هنحط معلقتين من زيت الزيتون، اللهم صل على النبي. ومن جور السعيد يسعد، مع معلقتين زيت الزيتون مكعبين من الزبده واحنا مع بعض. حلو زي الفل، معانا الكبده. حلو، مش الرز، الكبده. ادي الكبده معانا اهي زي الفل، بنجيب تتبيله لها كده حلوه. ممكن الكبد دي معاها قوانص، الراجل الفرارجي بيبيع معاها قوانص، ممكن معاها قلوب زي ما احنا حابين. انا بس عايز ازين الرز بيها، والمكسرات بتاعتنا زبيب، لوز، فول سوداني، زي ما انتي عايزه. حلو، والارض الفلفل ده انا عايزه. حلو الكلام، نمسك الفلفل ده نقطعه. يا نعم، معانا طاسة على النار بتسخن شديدة الحرارة. لا انا عايزك لما ما تلاقيش حاجة جيب لي دبابيس الفراخ الجميلة الحلوة دي كده بتناديني. توم ده كده، والتفاصيل معانا لحضراتكم بقى. كبد، ايه الاخبار؟ جاهزة؟ طب تيجي نريح نفسنا من القصة دي كلها ونضرب دول في سندوتش عيش بلدي كده ونجري خلاص وخلصت الحلقة. ايه المشكلة؟ هو ده اللي عجبه والله العظيم، سندوتش عيش بلدي برده ونجري. هو ده خلاص، شويه طحينه. يا ويلي يا ويلي، كلب الصغير لا يتحمل. استوت تقريبا يعني ثلاث ارباع سوا. هنعمل ايه؟ مكان تحمير الكبد دي معانا حفنه من الرز المصري. شايفه الكبده طالعه بتتكلم مصري، لان اللي عاملها شيف مصري دمه خفيف. حلو قوي. لا لا انا عارف انت عايز، انت عايز زول وتجري. انا عارف، ننزل بالرز. يلا التركايه دي فرسان التلفزيون مصر. لحظه السعاده، هو ده. هو ده، هو ده. يلا كفايه كفايه. حلو قوي، نقلبهم. اللهم صل على النبي. التقليبه الحلوه دي كده. لا الموضوع هنا مختلف، مكان تحمير الكبده، العود القرفه، مبسوط، ارض الفلفل الحار ده عشان جوزي بيحب الحار، وهي كده كده الكبده فيها فلفل حار. ده الرز بالخلطه بتاع المغازي. حلو قوي. هنعمل ايه بعد كده يا شيف؟ في توم، في بصل، في طعم، معانا البوكيه جرنيه بتاعنا اللي بيبقى معانا دايما من بدايه الحلقه. حله على النار بيها ماء مغلي، وفي الاخر بنحط لها الايه يا عم الشيف؟ الجزر والكرفس والبصل والتوم. تعالي يا حلوه صديقتي دي، بنعمل كده عشان مفيش حاجه تنزل في الايه؟ في الرز. يلا يلا، هو ده خلص الكلام. تقليبه حلوه. خلص شوط الرز، بس خلاص نغطيه ونشوف اللي بعده. عينيه، لازم العيار بتاع الميه في حاله الرز ما يكون مغسول جيدا وصفناه من الميه وسبناه على جنب لمده ساعه زمن زي دلوقتي كده، لازم عيار الميه بعيار الرز في قلب الحله. ايا كانت الحله بقى، شكلها مستطيل شكلها مربع حسب الرغبه. هنغطي الرز بتاعنا كده ونسيبه. الكبده هتروح فين؟ هنضربها في عيش بلدي؟ لا، الكبده دي هنخليها على جنب الرز كده مع شويه المكسرات الحلوين دول كده للتركايه الاخيره اللي هنتكلم عنها بعد ما تنتهي الحلقه اللي بنتابعها دايما على شاشه القناه الاولى والصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله ام بتشوفها دايما. عايز تبص على الرز؟ حاضر، روالك الدنيا كده حبيب قلبي. افتح يا سمسم، ايه الحلاوه دي؟ بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. حلو قوي. انا احب ايدي في النظافه ومش بتكسف من النظافه، خلي بالك، لان النظافه عنوان مطبخك، النظافه عنوان شياكتك، النظافه عنوان اناقتك في مطبخك. يا نعم يا فندم.
الله عليك، انت اللي بتسال ولا الناس؟ قال له بيسالوك، بيسالوا ليه الرز بتاع الشيف المغازي بيطلع مفلفل ومش معجن؟ وده سؤال حلو قوي. انت تشتغل تحرجنيش، خلي بالك الزيت. لان الرز، نصيحه مني، تعملي رز مصري، رز مع اكله سمك، ايا كان نوع الرز، ما تاثريش النار على الرز غير لما تشوفي بيغلي قدامك، ولازم تنزلي بالميه سخنه، يعني مش ميه ساقعه او مثلا الرز بتشوحيه زي ما انا عملت من شويه، لا، لازم في حاله ما تاثر النار على الرز لازم الميه تكون بتغلي قبل ما تغطيه عشان تضمني ان هو ما يعجنش معاكي. تعالوا نقلب الرز كده ونشوف ايه الدنيا. يا حلاوه التقليبه دي زي الفل. مستوى الرز يا ابو غازي. هنشوف الكلام ده كله بعد الفاصل، هنقعد مع بعض كده وايه ونسمي بسم الله. الكبد اخبارها ايه؟ تنزل هنا. يا ويلي. شويه المكسرات اخبارهم ايه؟ ينزلوا هنا. زبيب. واللوز يا مزاجه اللوز. على الرز. طب لما نيجي نغرف هنغرف ازاي؟ مع بعض دلوقتي. هنغطي الحله دي يا عم الشيف دقائق معدوده. زي ما هي كده. هنغطيها دقائق معدوده ونروق الدنيا دي كده. تعالى طيب وهخلوه لك هنا في المقدمه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب طبق جانبي كده وناخد الكبد الفراخ مع شويه المكسرات الحلوه. الله 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 الله. دي كبد الفراخ، وانت بترفعي كبد الفراخ ارفعي معاه شويه رز بالمكسرات. دي الطريقه الصح عشان ضيوفك يعرفوا انك انت كريمه. شويه المكسرات بالزبيب اللي كانوا على الوش مع شويه الكبد. بقيه الرز هنا. اللهم صل على النبي. رز بالخلطه على طريقه المغازي. واخدين طعم الكبد. الف هنا وشفا. الباقي فين عندك يا عم الشيف؟ اهو ده. يلا صل على الحبيب. الف هنا وشفا للي ياكل. هناكل الرز ونسيب الكبد. هناكل الرز بالزبيب واللوز ونسيب الكبد. لما انا غطيت الحله وفيها اللوز مع الزبيب اكيد حصل انسجام ما بين الزبيب والرز والبخار بتاع الكبده. اللوز هنا بقى طري عشان كبار السن اللي هم الخير والبركه، كبار السن اللي احنا من غيرهم ولا حاجه يقدروا ياكلوا من اللوز ده مع الرز ما يحصلش اي مشكله معاهم. حلو الكلام؟ لكل حاجه لها تفاصيلها. او انك انت تنقعي اللوز في ميه مغليه. ما ينفعش تحطي لوز او فول سودان على رز وبعدين يكسر سناننا ويحصل مشكله عائليه واحنا قاعدين بناكل، وخاصه لو حماتك في ضيافه عندك. خلص البتنجان يا شيف عشان تخلص الحلقه.